هذا الاحتلال الغاشم الوحشي الذي مارس كل أشكال الانحطاط الإنساني بل والحيواني أيضا، بيقتل الأطفال عادي. فاكرين طفل فلسطيني اللي حدف الدبابة بالحجر؟ فالعيال اللي جوه الدبابة ردوا عليه بقذيفة، طفل قد كده اهو وقف قدام الدبابة وحدفها بحجر، راحوا ضاربينه بقذيفة من ماسورة الدبابة. يا نهار اسوخ، لازال هذا الاحتلال بيعمل ده لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها. الاحتلال ده بيأسر ويعتقل ويسجن بل ويعذب الأطفال الصغار، فإن لم يأخذهم داخل غياهب سجونه يبقى يقيد إقامتهم جوه بيوتهم ويلبسوهم اللي هي البتاعات الأساور اللي تبقى في الرجل دي أو في الإيد اللي هي ما يخرجش بره البيت، تبقى مظبوطة إنه ما يطلعش بره البيت أساور إلكترونية دي. خليني أفهم، أو بالأدق مش أفهم، أكتر نفهم كلنا أكتر حول هذه الأمور من أستاذ أمير مراغة وهو الناشط الحقوقي يحدثنا من القدس المحتلة. أهلا بيك. أهلا بيك أخي الكريم، مساء الخير. أهلا بيك يا أستاذ أمير. ويمكن إحنا بنتكلم على بشاعة هذا الاحتلال ووحشيته التي تحدث وتمارس على مرأى ومسمع من العالم، حتى الذي يطلق على نفسه العالم الحر ولكن لا يتحرك أبدا. هذا الاحتلال مستمر على مدار عقود في اعتقال الأطفال، في سجن الأطفال، في تحديد إقامة الأطفال، بل وحتى في أنه يذهب في أحوال كثيرة وليس في بعضها القليل إلى تعذيب هؤلاء الأطفال. إيه اللي بيحصل من هذا الاحتلال تجاه الأطفال؟ نعم صحيح أخي الكريم. بالبداية احنا نترحم على أرواح شهداء غزة، وإن شاء الله يا رب يعني ندعو لهم بالثبات والصمود حتى النصر إن شاء الله القريب. أخي الكريم، هذا الاحتلال يعني منذ 70 عام، منذ يعني عام 48، وهو يعني يحتقر ويبطش ويستبيح ويبيد ويسعى إلى تهجير وقمع الشعب الفلسطيني، وهذا يعني معروف لكافة يعني الشعوب الحرة التي يعني تريد أن تعلم الحقيقة وما يجري على أرض الواقع في فلسطين. أخي الكريم، أنا أعيش في القدس المحتلة، أعيش في وسط مدينة القدس في بلدة سلوان اللي هي جنوب المسجد الأقصى المبارك. في نفس الحي أنا أعيش فيه يوجد حوالي 8 أطفال تم اعتقالهم منذ حوالي سنة وسنتين وثلاثة، وتم الإفراج عنهم مؤخرا قبل 2 أو 3 أيام ويوم أمس، واليوم كمان تم استكمال يعني الإفراج على بقية الأشبال عندنا في المنطقة. جلست مع معظم هؤلاء الأطفال اللي تم تحريرهم بفعل هاي صفقة التبادل، جميعهم أعمارهم ما بين 14 15 16 17 18، وفي أيضا من ضمن هؤلاء الأسرى هم جرحى اثناء يعني مواجهات مع الاحتلال. يعني في طفل ساكن يعني قريب مني عمره عبد الرحمن الزغل، يعني تم يعني عمل معاه تقرير صحفي قبل قليل يعني، وتم الحديث بشكل موسع مع الطفل هذا، تم اطلاق النار عليه فقط لانه عماله بيضرب الحجاره على بنايه للمستوطنين داخل الحي الذي يسكن به. وللعلم هذا البيت تم اقتحامه، تم يعني السيطرة عليه بالقوة، والآن يعيش به مستوطنين. قام الطفل برمي الحجارة على هذا البيت، وتم إطلاق النار، تم إطلاق النار على رأسه وعلى جسده، وبحمد الله يعني تم علاجه وتم إسعافه في حينه ومن ثم اعتقاله. وبفعل أنه عمره تحت 14 عام، يعني 13 وشوية، تم سجنه سجن منزلي، حدث منزلي بحكوا له، اللي هو بيبقى في البيت في الغرفة لمدة معينة لحين ما يطبق يصير عمره 14 وفوق، بيتم محاكمته سجن داخل السجن، وتم شمله بالصفقة الأخيرة. يعني طفل مثل هذا تم إطلاق النار عليه وفي إصابة بليغة وسببت له إعاقة دائمة، يتم اعتقاله بالحبس المنزلي لحين بلوغه سن 14 لحتى يتم محاكمته وزجه داخل السجن لسنوات معينه. هذه احدى الحالات، ويوجد حالات عديده. محاكمات بتهمه ايه يا امير؟ يعني يعني اطفال داخل ايه هي طبيعه يعني يا امير معاناتهم يعني طوال السنوات اللي تم اعتقالهم فيها، بس ولكن زادت هذه الخطوره على هؤلاء الاطفال داخل السجون بعد 7 أكتوبر، حيث تم التعامل معهم
لسياسة القمع والتعذيب الشديد، وهنالك يعني شهادات وأدلة كثيرة